السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا مشروع بإذن الله، المشروع على شبكة باينانس سمارت تشين. في انعكاسات، في حاجات أو مكافآت بتجيلك على الهول. طبعا في البداية كده، لو أنت مش مشترك معايا في القناة فياريت تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. عند المشروع النهاردة التوتال سبلاي يعتبر 1 تريليون. في طبعا في بيرد، وهيكون في اللي موجود على بانكينج سواب برضو يعتبر 30% من الكرانسينج سبلاي. لو دخلت هنا هتلاقي ان ده الاسم بتاع المشروع. في نفس الوقت هتلاقي ان هما ضيف لك كل الاسعار، او ضيف لك كل العملات اللي هي في الماركت كاب، وضيف لك الاسعار هنا، بحيث ان انت لو حابب تتابع الشارت بتاع اي مشروع مجرد ما تدوس كليك هنا هيجيب لك على طول السعر. عندي هنا في الباي باك طبعا بيقول لك ان في الباي باك كمية بتروح بحيث ان السعر يكون مرتفع وفي ازدهار دايما. عندي التوكن عندي 55% يعتبر في البيرن. لو دخلنا على الكونتراكت بتاع المشروع، ده الكونتراكت عندي. لو دخلنا على الهولدر هتلاقي عندي في البيرن حوالي 56% اللي هو اول ادرس، تاني ادرس بتاع بانكينج سواب. طبعا السبلاي عندي هنا 1 تريليون. عندي الهولدر 351، عدد الترانزاكشن 1302. طبعا كل حاجة واضحة وصريحة على الشارت بحيث ان انت تبقى شايف. عندي بالنسبة للمكافآت بتجيلك 2% على الهولد، يعني كل ما تعمل هولد بيجيلك 2% في المكافآت. هنا نبذة بسيطة عن المشروع، بيقول لك ان المشروع على بروتوكول باينانس سمارت تشين. في نفس الوقت هو مشروع عادل، يعتبر من ضمن المشاريع اللي هي ادرجت اطلاق صحي او اطلاق يعتبر زي الفاير. طبعا عندك المشروع يعتبر بينضموا للجيمينج وللنفتي بحيث ان يكون في بروتوكول او حاجة مستهدفة للمشروع. ده بالنسبة للتوكن. عندك هنا بالنسبة للهولدر، ده الماركتينج، الليكوديتي بول، البيرن. عندي الليكوديتي بالفعل لو بصيت هنا هي مقفولة زي ما انت شايف 96%. الليكوديتي بالفعل مقفولة، يعني الفريق لجد زي ما انت شايف. عندي هنا ده السبلاي، ده يعتبر اللي موجود على بانكينج سواب زي ما انتم شايفين دي الكمية. هنا بالنسبة لبعض الحاجات لو عربنا الموقع مع بعضينا بحيث ان انت تشوف، بيقول لك واصبحت يعني يعتبر خريطة الطريق الخاصة بيهم. ده بالنسبة للموقع او الاطلاق، كان حملة التسويق، كان عندي الخصم اللي هو يعتبر بتاع المشروع نفسه، عندي يعتبر التليجرام، وعندي بعض الحاجات الخاصة بالمشروع. عندي الحامل بالنسبة للهولدر، ده الربع الثاني، حملة التسويق او المؤثرين، كوين جيكو، بعض التصميم او الموقع الخاص بالديزاين بتاع المشروع. عندي يعتبر السواب الخاص بيهم بحيث ان هم ينفع تعمل تبادل عن طريق الويبسايت الخاص بيهم. في نفس الوقت الف هولدر. هنا لو بصيت هتلاقي بعض المؤثرين والشراكات او كوين ماركت كاب، الميجر اكستشينج. عندي المكافآت والهولدر. لو نزلت هنا برضو هتلاقي يعتبر دي نبذة بسيطة. عندي هنا ده التويتر الخاص بيهم. لو دخلت على التويتر هلاقي المشروع لسه ايرلي، حوالي 26 متابع، طبعا لسه جديد المشروع. دي نبذة بسيطة بالنسبة للمشروع اللي احنا شرحناه على الويب سايت. طبعا كان في بعض المؤثرين النهاردة، هنشوف مين اللي اعلن وريتويت عن المشروع. هنا طبعا لو حابب تحط الايميل بتاعك او تشترك. عايزين نشوف الشرط بتاع المشروع بحيث ان انا لو حابب اشتري. ده الشرط بتاع المشروع، طبعا زي ما انتم شايفين الشرط يعتبر صحي جدا، يعني لو جبت مثلا 12 هاور هلاقي الشرط يعتبر في البداية مثلا يعتبر كان صحي جدا. كان عندي هنا دي القمة، او اسف دي القاع، ودي يعتبر القمة اللي وصل ليها. ده كله ده كان تصحيح، يعني ما يلقنيش في اي وقت ان انا ينفع اشتري او ابيع، هطلع بربح في تلك الحالات لان انا بدخل من نقط معينة. عندي دي كلها المشتريات كانت على بانكينج سواب، ولكن بتظهر على الشرط عندي هنا، لان انت زي ما انت شايف الشرط ده اللي هو بيظهر كل المعاملات على بي اس سي سمارت تشاينا. كل المعاملات دي تمت بالفعل، وتم الشراء بالفعل او البيع. برضو زي ما احنا قلنا لو دخلنا على التويتر هنا هتلاقي كل تحديثات بتنزل هنا زي ما انت شايف. لو حابب تشتري طبعا هتيجي هنا هتدخل تدوس باي ناو، المفروض يبقى معاك بي ان بي على محفظتك بحيث ان انت تعرف او تكون قادر على الشراء. في نفس الوقت هتعمل كونكت لمحفظتك، او هتجيب كده المفروض ان هو يعمل كونكت دايركت بحيث ان انت تبقى عارف. تيجي هنا تحط اي كمية انت حابب تشتريها، وليكن 3 بي ان بي، هيديك الكمية دي. طبعا لازم يكون عندي بالانس في المحفظة، انا بستخدم المحفظة دي في التست بس، فما عنديش اي بالانس فيها. لو لسه كونفيرم هنا وعندي كونكت وعامل عندي بي ان بي سمارت تشاينا، المفروض ان هي توصل على محفظتي. طبعا لو دخلنا على التليجرام بتاع المشروع هتدخل هنا
هتشوف ده بالنسبة لبعض الابديت. كل حاجة موجودة هنا عندي 337 واحد. دي نبذة بسيطة عن المشروع ده، اخر تحديث يعتبر او اخر تويتة خاصة بالمشروع زي ما انت شايف. هنطلع ونشوف التغريدة دي كانت بتاع مين، بحيث ان احنا نشوف مين المؤثرين اللي اطلقوا النهاردة عن المشروع. طبعا دي يعتبر واحدة من ضمن المؤثرين القواي، دي كانت تغريدة بالنسبة للمشروع. طبعا عندي فيه يعتبر 216 اعجاب عليها، لو دخلت هنا هلاقيها هي عندها 459,000 من المتابعين. طبعا المشروع فيري ليجت، فلو حابب تستثمر دي حريتنا النهاردة عن المشروع، بحيث ان يكون فيه دورة دموية للسعر او يكون فيه تارجت معين الفريق بيهتم بيه. طبعا المشروع لسه يعتبر ايرلي، فلو حابب تستثمر دي حريتك الشخصية. هسيب لك كل الرابط اسفل الفيديو بحيث ان انت تشوف الليكويديتي، تشوف كل حاجة خاصة بالمشروع. المشروع لسه ايرلي زي ما قلنا، لو حابب تستثمر دي حرية شخصية. ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في المشروع او اشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.